كنت في نيابة ليما في مسندة، ودخلت مدرسة للذكور اسمها مدرسة حمزة بن عبد المطلب. لما دخلت هذه المدرسة في غرفة المدير هناك صورة شخص، فسألت من هذا الرجال؟ قال هذا كان معلم الإنجليزي اسمه محمد خليل، معلم الإنجليزي من 18 سنة كان يعلم في هذه المدرسة، وهذا المعلم كان مخلص جدا، هكذا قالوا لي. قال ما في أحد هنا إلا في هذا النيابة إلا وعلم، حتى في قولي في وقت الفراغ يمسك كتاب يقرأ، ما طلع من نيابة ليما نهائيا لحد ما تقاعد. لما تقاعد سافر إلى سريلانكا، وبعدين وصل خبر وفاة هذا المعلم، ولكن ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. أهل النيابة جمعوا مبالغ وسافروا سريلانكا، وبنوا له مسجد، وبنوا له مدرسة، وعطوه أهله مبلغ مبالغ.